مستحيل من هذه اختناس هذه الكرة، لكنها تعود الآن قطراوية. محاولة الآن للبوهي، التمرير من منتصف الدائرة ورد الفعل، يأتي قطراوي بهذا الهدف الخامس لمصلحة الملك القطراوي. 9-5 الكرة للملك القطراوي. البوهي عمر ياسين، تبادل للكرات الآن للكتيبة القطراوية، محاولة التسديد والكرة ستعود برمية 7 أمتار لمصلحة القطراوية. الكرة قطراوية الآن من عمر ياسين الأخضر، التمرير ممتاز، المحاولة القطراوية والهدف يأتي. 11 لمصلحة أو 7 لمصلحة الملك القطراوي ليقلص الفارق إلى فارق الأهداف 4. إذن في ظل هذه الوضعية القطراوية مطالبون برد الفعل حقيقة للحفاظ على حظوظهم كاملة، وها هم يتحسنون على رمية 7 أمتار مع معطى مهم جدا هو الاستبعاد لمدز. هل يتمكنون من تقليص الفارق إلى هدف؟ نعم، الكرة من عمر ياسين. يا القطراوية، ماذا تفعلون الآن في أجواء هذه المباراة؟ حقيقة متعة ما بعدها متعة الآن، إثارة ما بعدها إثارة، نحن مستمتعون ولا شيء غير ذلك بهذا السيناريو. لمصلحة القطراوية، أين الفاست بريك يا القطراوية؟ الكرة من عمر ياسين، عمر ياسين، عمر ياسين إلى ياسين زعتير، التسديد ورمية 7 أمتار لمصلحة القطراوية بعد هذا التدخل الأخير. إذن ستعود لمصلحة